السيد حسن نصر الله. عز دين الهجمة على سوريا وقف بنص بيروت وقال شكرا سوريا. واقفين بصوتهم كلنا سوا لنقول شكرا سوريا والله يحميكي. شكرا لكل مواطن شريف اجى لهون اليوم. سوريا اليوم بحاجة لكل المواطنين الشرفاء. سوريا اليوم بحاجة لكل المواطنين العرب الشرفاء. اليوم نحن لازم نكون مع سوريا للموت بالدم بالله. نبيك يا سوريا بالله. نبيك يا سوريا بالله. نبيك يا سوريا. عبد الرحمن ما تعلم من التاريخ. عبد الرحمن قال عن السيد الرئيس بشار الاسد انه هو ماشي على طريق ابوه. اوكي. بس انت يا عبد الرحمن ما تعلمت من اخواتك اللي اجوا على سوريا شو صار فيهم. طلعوا من سوريا غريبه مثل الكلاب. حترجع تطلع انت اذا فتت يعني لا سمح الله تفوت، بس اذا فتت حتلحق جدودك. هلا حيلحق يطلع ما تنتفي. الفرنسيين ما عم يتعلموا من التاريخ. كانوا بسوريا كيف طلعوا؟ كمان طلعوا نفس الطريقه، واليوم اذا رجعوا بدهم يرجعوا يطلعوا بنفس الطريقه. يا حبيبي بدهم ينتفسوا ما بدهم يطلعوا. نحن اليوم واقفين هون ما خوفانين من حدا. هي من المشتى. نحن مع الحق وسوريا مع الحق. مؤامره على سوريا يا اخوان، مؤامره يا عسوريا للي واقفين ثاني ميله، مؤامره عسوريا لكل العالم. سيد حسن قال نحن ما بنتخلى عن الناس اللي وقفوا جنبنا. سوريا كانت دائما دعم المقاومه بكل ما اعطاها الله من قوه، المقاومه اللبنانيه والمقاومه الفلسطينيه. واليوم نحن بنقول لك يا سيد الرئيس نحن كمان بجنبك كمقاومه وكناس وكاي اي فرد منا، نحن بجنبك يا سيد الرئيس. لبنان اليوم اذا اي شيء بيصير على سوريا نحن انا كلبناني عم قولكم طمنكم ما حيظل حدا بلبنان الا ما يكون شعله لسوريا الا بكون سند لسوريا. شغل شغل موسيقى شغل. انا مش كنت ما يعني ما حاحكي كثير بالسياسه لانه الاخوان اللي قبلي حكيوا كثير. بدي اخلص اقول شكرا مرة ثانية لكل انسان شريف هلا موجود معنا بهذه النقطة. شكرا.